اهلا بكم في قناة تعلم معانا، واحنا النهاردة هنعلمكم ازاي تعملوا حاجة من الحفاظة البلاستيك دي. تعملوا زينة من الحفاظة البلاستيك دي اللي بتتحط في الكشاكيل وبتتحط في الكتب. طبعا اللي ما عندهوش الحفاظة ديت اللي هي بتاعت الكتب ديت او الكشاكيل، تقدري تجيبي اي كيس بلاستيك عندك زي كده وتبتدي تقصيها معانا عشان خاطر نوريكي ازاي هتعملي الزينة بتاعتك. الزينة هتبقى شكلها حلو قوي في خاصة الزينة بتبقى شكلها حلو في الكياس البلاستيك او الحفاظة البلاستيك. هنبتدي دلوقتي نعمل لكم شكل من الاشكال. هنبتدي نثني كده، ولازم تكون قد بعض. هنبتدي بعد ما هنثنيها بالشكل ده، لازم تكون قد بعض زي ما احنا شايفين كده. هنجيب بقى المقص بتاعنا وهنبتدي نعمل المثلث بتاعنا. اول حاجة نعملها هي المثلث. طبعا لو عشان خاطر كياس تتزحلق ممكن تجيبي اي حاجة عندك تقدري متوفرة عندك تقدري تحطيها زي دباسة كده اللي هي بتتحط في الورق. لو ما عندكيش هيبقى المشابك بتاعت الغسيل وتقدري تعمليها. هنبتدي نقلب الناحية التانية كده عشان خاطر تعرفي تتحكمي فيها تمسكيها كويس عشان بس تتزحلق، بس هي هتبقى شكلها حلو. زي ما احنا شايفين كده هي اهم حاجة ان هي تكون قد بعض يكون مكررة. تمام، بصوا بقى هي دي الفكرة، ان دي هي اللي هتبقى معانا، يعني هتبقى ماسكة في الورق كله او في البلاستيك كله، هتبقى مكررة كده مثلث. بص تقدروا تكملوها الصف بتاعها طبعا يكمل للاخر وتبقى كذا حاجة. طيب هنبتدي بقى نعمل لكم فكرة تاني او علم تاني. احنا ممكن ناخد معانا، احنا معانا كيس بلاستيك اللون ده. برضو هبتدي اخد معاكم جزء صغير، مش هاخده كله عشان خاطر اوريكم الفكرة. هجيب لكم برضو اعمل لكم اللي هو القلب، الزينة القلب شكلها على شكل قلب. نفس الحكاية هنبتدي نثنيها. عشان احنا مناخدش ده كله لان احنا مش هنعرف برضو اللي هيبقى كبير مش هنعرف نتحكم فيه. بص احنا هنسيب الجزء ده، هنبتدي ناخد من اللي فوق. شايفين هنبتدي، شايفين الجزء ده اللي هنسيبه، ناخد كده مثلث كده من تحت يعني. اهوت هنبتدي الناحية دي برضه نفس الحكاية. طبعا بعد ما احنا خلصنا زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي بقى نعمل زينة تانية. احنا عندنا هنا الورق بتاع الكياس بتاعتنا او الحفاظة. هنبتدي نعمل المثلث، لازم تبقى قد بعض. بعد كده هنعمل كده تاني
نبتدي بالمقص بتاعنا ونمش للآخر. زي ما انتوا شايفين كده ونبتدي نفرد. على فكرة بتبقى شكلها حلو جدا الزينة هنا، خاصة في الحفاظات البلاستيك دي بتاعت الكتب. شايفين فكرة؟ بتبقى شكلها حلو جدا. انا عاملة منها طبعا الالوان، شايفين الالوان بتاعتنا، ولزقاهم في بعض. عشان برضو تشوفوها كويس، هي بس عشان لسه لازقاها يا جماعة، عشان كده هي ايه تتفك. بس هي الفكرة، بصوا عاملة ازاي. بس انا عشان لسه لازقاها طبعا وهي باينة، بس هي الفكرة لما بتبقى الوان وبتبقى على بعض تبقى شكلها حلو جدا. طيب هنبتدي دلوقتي نوريكم حاجة تانية. دلوقتي احنا عندنا هنجيب قطعة الكياس البلاستيك او الحفاظة البلاستيك وهنقصها كده بالشكل ده، تمام، خليها قد بعض. وبعد كده هنبتدي نعملهم زي المروحة زي ما انتوا شايفين كده معايا. هتبقى بعد كده هتبقى بالشكل ده زي المروحة. ونجيب خيط وهنبتدي نربط. بصوا اهو زي ما احنا شايفين كده. هبتدي بقى، دي الفكرة بقى ايه التالتة دي اللي احنا عاملينها. هبتدي ان انا هوريكم برضو. بصوا احنا نبتدي قدامكم اهو، شايفين، نبتدي نرفع الكيس دوت ورقة ورقة كده، واحدة واحدة، والناحية دي هقولك بقى دلوقتي هيبقى شكلها ازاي. وطبعا بعد ما اعمل الكمية بتاعتي هوريكي هنحطها في الخيط وتتعلق برضو. يعني انا مدياكي مساحة حاجات كتير وزينة كذا شكل، وازاي بتعمليها. شايفين بقت وردة، سواء من البلاستيك او من الورق. شايفين؟ طيب هنبتدي. شايفين دي بقى الكمية اللي احنا عاملينها. هنبتدي بقى نرفعها وارجع لكم تاني. وادي بعد ما احنا خلصنا الورد بتاعنا، هنبتدي من ورا كده، كل واحدة من ورا. هنبتدي بالابرة ندخلها. التانية والتالتة بالطريقة دي. ليه بقى؟ هقول لكم دلوقتي بعد ما نخلصها ونرجع لكم. بصوا احنا خلصنا وادي الخيط بتاعنا. شايفين بقى هي انت بتعلقيها، يعني كل ده الخيط اهوت في بعضيها وانتي بتعلقيها، بتدي شكل حلو جدا. وزي ما احنا شايفين الحفاظة البلاستيك دي مديه شكل احلى زي ما احنا شايفين كده. طيب الفكرة اللي بعد كده في معانا، شايفين ده الفكرة اللي هي المروحة كده. احنا نشيل دي وهنبتدي نشوف التانية. يعني ايه فكرة المروحة؟ اللي هو بنجيب ورق زي كده، لو اقصد البلاستيك، قطعة البلاستيك بتاعتنا، وهنبتدي نعملها مروحة بالشكل ده، تمام. بعد كده نتنيها،
فهتتعمل معانا كده، تبقى بالشكل ده. كل واحدة اهي ادي واحنا تنيناها، هنبتدي نلزقها في التانية لغاية لما تبقى بالشكل ده معانا. دي فكرة تانية اللي هي ان احنا نعمل زينة على شكل مروحة، ممكن نعملها الوان مش شرط يعني نفس اللون. طيب نبتدي بقى بعد كده في فكرة تانية. احنا معانا ادي عايزة اوريكم ازاي بنعمل قلب صغير عشان خاطر هعملها على دي. بص احنا بنعمل قلب صغير وبعد كده بنعلقه، بنبتدي زي ما احنا شايفين كده. خدوا معايا الخطوات، شايفين؟ ادي القلب الصغير ده، بعمل منه كذا واحدة وبعمل منه اشكال، وبعد كده احطها، احط الابرة واطلعها. شايفين بقى الشكل بتاعنا اهو، هبتدي اوريها لكم. هي الفكرة شايفينها، بس انا مش عارفة اوريها لكم بالطول. طيب احاول. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنبتدي دلوقتي، دي فكرة تمام. ادي فكرة تانية، فكرة عادية جدا وكلنا بنعملها في البيت من الورق ومن اي حاجة تانية اهي، عشان تبقوا شايفينها. هنبتدي برضو نجيب الحفاظة بتاعتنا البلاستيك ونقصها، هنقص بالطول وبعد كده هندخلها جوه التانية بالطريقة دي. دي سهلة جدا برضه، اوريها لكم عشان خاطر تعرفوا ازاي احنا بنعملها. الفكرة بتاعتنا ادي ورق احنا جايبينه، هنبتدي نعمله دايرة كده ونلزقه بأي حاجة، وبعد كده ندخل فيها الكيس ده او قطعة من الكيس دي، وهنبتدي نفس الحكاية نقفلها تبقى بالشكل ده. وبعد ما هنخلصهم، شايفين هي الفكرة اهي، هنبتدي بقى نعمل الزينة التانية. انا هنا عايزة اوريكم الفانوس البسيط ده، ده كوباية بتاعت كوكتيل انا كنت جايباها، وكنت جايبة كذا حاجة، فالغطا بتاعها من فوق اهو وغطا تاني. اللي انا مزينة بيه ده ورق حراري، وتقدروا تزينه بالستيكرز او الجليتر. يعني هي فكرة الفانوس ان هي بتبقى كده، يا رب تكون واضحة. ايه دي فكرة الفانوس، عايزة بس اوريها لكم كويس. يعني ايه دي الفكرة كده باينة تمام. هبتدي بقى اوريكم بقية الزينة. ادي الفكرة بتاعتنا، هنبتدي نعملها العلم بتاعنا، هنبتدي نجيب نتنيها كده. دي برضو ورقة احنا تنيناها نفس اللي احنا عملناه في القلب وفي المثلث. نفس الحكاية كده، نبتدي نتني الجزء ده برضو. هتبقى كده. هي الفكرة ان احنا بنستغل الحاجات اللي عندنا.
هنبتدي بقى، شايفين الجزء ده هنبتدي ان احنا نقصه نطلع كمان كمان لغاية هنا، بعد كده هنعملها كده يعني الناحية التانية لازم نساوى، وهنبتدي نفس الحكاية نطلع لفوق، هنيجي لغاية هنا نبتدي بقى. ادي فكرة الزينة بتاعتنا، شايفين فكرة الزينة تعملوها بكذا حاجة. هبتدي اعمل لكم شكل تاني، فكرة بقى الفانوس. انت طبعا تقدري ترسميها لو انت عارفة ترسمي، مش عارفة هاتي من على النت الصورة وابتدي يعني اعمليها. ادي فكرة، خليكم معايا الخطوات انت تعرفوا برضه، شايفين بحاول اخلي ايديا نميل بقى كده بالشكل ده تمام. وهنبتدي اوريها لكم برضو، هبتدي اقصها من فوق هنا انا لازم الجزء اللي فوق ده يا جماعة عشان هو ده اللي هيمسك معايا الزينة. هنبتدي نعمل كده، نقلبها قلمناها الناحية التانية، نبتدي نعمل نفس الحكاية لغاية هنا، بعد كده هنحول نخليها بالطريقة دي. بعد كده هنبتدي نحوط كده، شايفين لغاية فوق لغاية هنا. بعد كده هنبتدي نقص الجزء ده، ادي الفوانيس بتاعتنا. هي الفكرة كده ان احنا نعمل كذا حاجة مكررة. الفكرة الاخيرة بقى، احنا بنجيب المقص بتاعنا كده وهنبتدي نقص الـ بالطريقة دي، يعني مموج، يعني طريقة كده هتبقى شايفين عايزينها ايه زي الموج كده، طريقة اللي هي لغاية فوق كده اسمها ايه، زي الموب كده مموجة او اللي هي متعرجة، اللي هي بتبقى متعرجة كده. هي دي على فكرة انا بحبها اكتر لانها بتدي شكل حلو جدا. تبقى الشكل ده، انا يعني انا قصدي ان اعمل كل حاجه قصاكم عشان تشوفوها، عشان اللي يحب يعمل مثلا زيها. بص انا خلصتها كده، نبتدي نفردها. انا بحبها ليه بقى؟ دي بقى لما بتبقى كبيرة بتدي شكل حلو جدا، خاصة بسقطة واحدة.
تبتدي بقى مع الهوا بتدي شكل حلو كده، وتروحي كده بالطريقة دي فهتدي شكل حلو. تمام، انا اديتك كذا طريقة. هبتدي اوريكم الزينة القلب اللي هي الكبيرة. شايفين ايه دي القلب اللي انا عملته الصغير قبل كده اللي هو الاحمر، عملت منه قلب اللي هو شايفين بيبقى شكل حلو خالص، هو متعلق. انت طبعا تقدري تعملي اشكال كتيرة واللي انت عايزاه. في برضو فكرة الفانوس الصغير خالص اللي هو العادي اللي احنا بنعمله من الورق وبنعمله من كذا حاجة، كلنا عارفينه طبعا، بنعمله للأطفال. معلش طولت عليكم، بس حابة أعمله كلهم في فيديو واحد. أنا طبعا عاملة قبل كده فيديوهات من الورق ومن الحاجات دي كلها. شايفين ايه فكرة الفانوس اهو، فكرة الفانوس. تمام، احنا عارفين الصغير اللي احنا دايما متعودين عليه. طيب انا اديتكم كذا فكرة وكذا طريقة، وعملت لكم زينة من كذا حاجة. تمام، ادي الزينة برضه عشان كله يشوفها اللي احنا عملناها. طبعا ان شاء الله هتلاقوا مزيد من فيديوهات هتعجبكم باذن الله. هتلاقوا حاجات كتير عاملينها من الورق، سواء الملون او الابيض او الحاجة اللي عندك في البيت، حاجات المستعملة احنا بنقدر قبل ما نرميها ازاي نستفيد منها، ازاي بنعمل حاجات كتيرة في البيت. وهتلاقوا في اكلات عندكم قوائم التشغيل، هتلاقوا فيها حاجات كتير هتعجبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم والحاجات اللي احنا عملناها دي كلها تكون مفيدة ليكم. شكرا لكم في قناة تعلم معي.